استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعية التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان وفدا من الخبراء الطبيين الفرنسيين، وذلك على هامش زيارة الوفد الفرنسي لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية. وتفقد رئيس الهيئة مع الوفد الفرنسي مختلف الأقسام في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة للاطلاع على التجهيزات والتقنيات الطبية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والجراحات والرعايات المركزة. وطبعا يعني زياره الخبراء دي زياره مهمه جدا، ودي بدايه وباكوره لاستراتيجيه هيئه الرعايه الصحيه تنتهجها في المرحله القادمه، وهي ان احنا هنشتغل بجناحين على التوازي، جناح للبعثات الخارجيه وجناح لاستقدام الخبراء. والنهارده كان عندنا 3 خبراء من فرنسا متخصصين في مجالات جراحه العظام وجراحه الاوعيه وجراحه المسالك البوليه، وزي ما حضراتكم شفتوا النهارده في اشاده كبيره جدا من هؤلاء الخبراء بمستوى التجهيزات الطبيه اللي تتمتع بها هيئه الرعايه الصحيه، ومستوى العلمي ايضا للاطقم الطبيه والاطقم الاداريه المعاونه للاطقم الطبيه.